السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني جدا. زي ما انتم شايفين في العنوان كده، انا عارفة ان انتم خلاص خلصتوا ثانوية عامة. الفيديو بتاع النهاردة بجد هقول لكم على شوية حاجات خطيرة لو كنت اعرفها من بدايتي في ثانوي كانت فرقت معايا جدا. فلو انت داخلة على ثانوي فبجد الفيديو ده من حظك قوي، ولو انت خلصتي ثانوي فالفيديو ده هيفرق معاكي اكتر، لانك هتستغلي كل الفترة اللي ضاعت منك دي وهتستغليها بانك تطوري من نفسك الفترة اللي جاية. فتابعي الفيديو للاخر، مش تحطي لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في الفيديو بتاع النهارده. عايزه اقول لكم ان انا جمعت كل افكاري في الورقه دي، وبقى طبعا لو لقيتني بقرا فعادي جدا، يعني بقرا، سوري يا جماعه، لو لقيتني بقرا من حاجه كده تحت فاعرف انا بقرا من الكشكول عشان خاطر ما انساش ولا نقطه. طيب الفيديو بتاع النهارده انا هكلمكم عن حاجات لازم تعمليها لو انت خلصتي ثانويه عامه، ولو انت لسه داخله على مرحله الثانويه، او انت اثناء مرحله الثانويه، فالفيديو ده هيهمك جدا جدا. طيب هتكلم النهارده عن موضوع كده بالتفصيل. الموضوع ده بيتقسم لثلاث حاجات، كل نقطه او كل حاجه من الثلاث حاجات دي فيها اقسام ثانيه. طيب اول حاجه هنتكلم عنها وهي الفلوس، ودي طبعا اول حاجه هنتكلم فيها، لان كلنا حرفيا حياتنا، يعني احنا اصلا بندرس وبنشتغل ليه؟ عشان في الاخر يدخل لنا فلوس. هنتكلم عن الفلوس، وهنتكلم عن التعليم، وهنتكلم عن حياتنا الطبيعيه والروتينيه. طيب اول حاجه هبدا بيها طبعا موضوع الفلوس، لان انا عارفه ان ده اول حاجه هتبقى جايه في دماغكم دلوقتي. عايزيني ابدا اول نقطه هتكلم فيها وهي توفير الفلوس. يا جماعه كلنا سواء كنتي بتشتغلي او بتاخدي مصروف او اي حاجه لازم تحوشي فلوس. لو انتي بيدخلك دخل في الشهر مثلا في رينج 1000 جنيه، وطبعا احنا دلوقتي اكيد يعني مصروفاتنا بقت اكتر ومصروفنا بقى اكتر، ولو بنشتغل فمرتبنا كده هيبقى اكتر من 1000 جنيه، بس زي مثلا هنحسبها 1000 جنيه بتاخديها في الشهر، على الاقل هتعيني منهم 200 جنيه تحوشيهم وتنسيهم خالص. كل شهر هتحوشي مبلغ زي ده لغايه ما هتلاقي نفسك في اخر السنه محوشه مبلغ كبير وانتي مش داريه بيه ومش حاسه بيه. ولو جيتي تفكري فيها من ارض الواقع، احنا كلنا بنضيع فلوسنا على حاجات مش مهمه، و 200 دي حاجه بسيطه قوي ممكن تكوني بتصرفيها اساسا وانتي قاعده في بيتك لو طلبتي اكل من بره او اي حاجه. فمش لازم تبقى 200، على حسب انتي ومصروفك وعلى حسب انتي وقدرتك وسنك كمان. فاول حاجه هتعمليها انك لازم تحوشي مبلغ من مصروفك او من شغلك او من مرتبك. انت او انتي هتستهويني بالكلمتين دول، بس صدقيني لما تتحطي في ازمه، او في مره يتمنع عنك المصروف، او في مره الشغل بتاعك يقع شويه، او مثلا يجيلك اي ظرف، او تتعبي، او يحصل اي حاجه، مش هتحسي بقيمه الفلوس، او مش هتحسي بقيمه النصيحه اللي انا بقولها لك دي غير لما تتحطي فيها. كلنا بيجي علينا وقت فعلا بنبقى مفلسين، او بنبقى محتاجين حاجه ضروري قوي ومش بيبقى في امكانياتنا ان احنا نجيبها. ففي الوقت ده ساعتها بنروح على المبلغ اللي احنا كنا بنحوشه على مدار السنه. لو انت ممكن لسه ما تكونيش كملتي السنه برده وتبقي محتاجه الفلوس دي في حاجه مهمه قوي، فساعتها هي هتسندك وهتقضي معاكي الغرض اللي انت محتاجاه باذن الله. دي اول نقطه. تاني نقطه هتكلم عنها وهي بلاش التبذير الزياده. حاليا يا جماعه احنا بقينا في عصر اللي هو ايه، عارفين العصر اللي هو بتاع انا جبت واشتريت وعملت وسويت. احنا بقينا في العصر ده اللي هو انت ممكن تجيبي حاجه انت مش محتاجاها اساسا لمجرد انك تفتخري بيها قدام صحابك، ممكن تجيبي حاجه لمجرد انك تفشخري بيها قدام صحابك. لا، احنا عايزين نبطل الموضوع ده بجد. حاولي من اول النهارده كده تركزي في كل حاجه انت بتشتريها، وتركزي في كل حاجه انت، انا عايزه اقول لك انت ممكن نص مصروفك اللي بيضيع بسبب ان انت بتصرفيها على حاجه انت مش محتاجاها لمجرد ان انت كنت ماشيه مع اصحابك ففي حاجه عجبتك كده وخلاص، ومجرد انها عجبتك في الاخر بتجيبيها بتركنيها في التسريحه او في الدولاب او في اي حته، او بتقلدي صاحبتك جابت حاجه. ايا يكن حاولي ما تصرفيش في اي حاجه طالما انت مش محتاجاها، طالما انت مش محتاجاها ما تجيبيهاش اساسا. ده هيوفر عليكي وهتلاقي انك بتوفري مبلغ كويس، وهتلاقي ان مصروفك بيقضي معاكي بزياده كمان. طيب النقطه اللي بعد كده اللي حابه اتكلم، النصيحه دي يا جماعه اللي جايه والله العظيم انا لو كنت اعرفها او كنت مركزه فيها كان زماني دلوقتي حققت اضعاف الارباح اللي انا بدخلها حاليا، وهي استغلال اي فرصه شغل، وبلاش ان انا استهون باي حاجه تبقى سهله قدامي. يعني بمعنى اصح، انا واحده من الناس هتكلم على واقع شغلي في الفريلانسنج، او هتكلم عن واقع شغلي كيوتيوبر وكده، كنت باجي اقول مثلا ايه، انا عندي افكار كتير قوي حلوه بس مش مهم هبقى اعملها في يوم من الايام، او انا مثلا دلوقتي معروض قدامي شغل مثلا على اي ابلكيشن بدون ذكر اسماء بمرتب حلو قوي، واقول مش مهم هيجي يوم كده كده الشغلانه دي موجوده وهيجي يوم هحتاجها واروح لها. عايزه اقول لكم ان التفكير ده خاطئ جدا جدا جدا. لو قدامك او قدامك اي فرصه شغل استغليها دلوقتي. كل يوم بيعدي، كل ما بيحصل تغيرات، كل ما في حاجات كتير قوي بتتغير، خصوصا
خصوصا شغل السوشيال ميديا. شغل السوشيال ميديا انت ممكن النهارده مثلا يبقى في ترند على شغل السوشيال ميديا. يا جماعه مش ثابت. مرتبات زمان غير دلوقتي، سعر الاعلانات زمان غير دلوقتي، حتى اللي كانوا بيقدموا في المواقع بتاعه الفريلانس يعني زمان غير دلوقتي. لو كان زمان بيتعرض مثلا حاجه معينه تعملها بمقابل مثلا $200، الحاجه دي دلوقتي ممكن تلاقيها بمقابل $50 بس. فطبعا كل ما العرض بتاع الشغل بيزيد والناس اللي بتبقى عايزه تشتغل بتزيد، كل ما السعر بتاع الحاجه بيقل، لان طبعا العدد بيبقى كبير جدا. لكن لو الحاجه عدد الناس اللي بيعملوها قليل، فهتلاقوا ان هي الشغل بتاعها شغال كويس. فكل عايزه اوصله لكم، استغلوا كل فرصه تقع قدامكم. مش لازم تكوني مثلا شاطره وجامده قوي في الحاجه دي عشان خاطر تعرفي تاخدي منها فلوس، لا خالص يا جماعه. السوشيال ميديا بقت تسهل لك انك ممكن تكسبي عن طريق انك مثلا عندك مهاره معينه بتعرفي تعمليها، بتطلعي تشرحيها للناس، ممكن تدي فيها كورسات كمان وتاخدي عليها مقابل مادي، حتى لو كان مقابل الرمزي. ده هيعلمك حاجات كتيره، وهيعلمك ازاي تحافظي على الفلوس اللي بتدخليها بنفسك وتحسي بقيمه الحاجه اللي بتعمليها. هيعلمك الاستقلال ماديا، هيعلمك انك ازاي يعني مش عارفه اوصلها لك ازاي، بس فعلا اي حد اشتغل حتى لو بمقابل صغير قد كده هيبقى حاسس باللي انا بتكلم فيه دلوقتي. خلينا نخش على النقطه اللي بعد كده، وهي اوعك يعني في موضوع برضو الشغل وكده، اوعك ترفضي اي شغل يجيلك طالما انت في امكانيتك انك تعمليه. حتى لو انت حاسه ان يومك مشغول وحاسه ان انت مثلا يومك بيضيع، لا روحي للاولويات اكتر. لو انت يومك بيضيع مثلا بسبب رغي مع اصحابك، او بتقعدي في البيت تروقي وخلاص، او مش بتستفادي بوقتك، يعني ما تضيعيش وقتك. اعملي اي حاجه مفيده في حياتك، والحاجات دي فعلا بتفرق معاكي وبتخليكي تطلعي من ثانويه وانت عندك خبره. عايزه اقول لكم يا جماعه والله لسه هنتكلم في الموضوع ده في النقطه بتاعه التعليم، احنا لسه في النقطه بتاعه الفلوس. فالتعليم يا جماعه، انك تعلمي حاجه سواء لغه او مهاره معينه، او مثلا حتى لو كانت تمارين بتعمليها في البيت، حاجه بتتعلميها هتطلعي من ثانويه كده تحسي انك عندك معلومات كافيه. لان التعليم او الدراسه نفسها مش هي دي الحاجه الكافيه اللي انها تخليكي تشتغلي. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده برضو في موضوع الفلوس، هبص في الكشكول طبعا. النقطه اللي بعد كده وهي انك ما تحاوليش ترضي الناس خالص. يعني بمعنى اصح، اوعك ثم اوعك ثم اوعك تشتري حاجه مثلا في اللبس لمجرد ان واحده صاحبتك قالت لك دي حلوه، او مثلا حد من عيلتك، قرايبك، خالتك، جدتك، عمتك، ايا يكن، حد يجي يقول لك على حاجه دي حلوه، فانت عشان ترضيهم تروحي تجيبيها. او مثلا انت في نفسك حاجه معينه وانت عارفه ان الحاجه دي هتفيدك وهترفع من نفسيتك وهتفرق معاكي جدا، هم يقول لك عليها وحشه فما تجيبيهاش. اوعك تمشي ورا اراء الناس، لانك في الاخر انت اللي عايشه، وانت اللي هتحسي، وانت اللي هتستمتعي بحياتك. دي حياتك انت، يعني انت في كل تصرفاتك وفي كل حاجه، مش بتضريهم انت، ولا عشت عيشتهم ولا هم عاشوا عيشتك، وانت ذوقك مختلف عن ذوقهم. فما تخليش حد يتحكم في اي حاجه في حياتك. طول ما انت شايفه ان الحاجه دي هتريحك، امشي ورا الحاجه اللي هتريحك. لان احنا اوقات كتير قوي بنتعود على عادات لمجرد ان احنا شايفين ان اللي حوالينا بيعملوا العادات دي. لا، اعملي العادات اللي هتريحك انت، سواء كانت هتريحك نفسيا او هتريحك جسديا او هتريحك عموما في حياتك المستقبليه. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، وهي ما تصرفش فلوسك على الفاضي. يعني ما تحاوليش تضيعي فلوسك على اي حاجه انت عارفه انك مش مستفاده منها. لو انت حاسه ان انت اللي هو ايه، هتحطي لنفسك مبررات، انا عايزه اغير من مودي وعايزه اغير من نفسيتي فهصرف فلوس على الفاضي، لا اوعك تعملي كده. ماشي احنا ممكن في اوقات نصرف حاجات على الفاضي، بس ما تخليهاش عاده عندك انك كل ما تبقي مثلا مخنوقه تقولي انا هروح اصرف فلوسي على اي حاجه علشان ابسط نفسي. في الاخر هتبقي مفلسه وهتبقي مخنوقه برده. فبلاش خالص تصرفي فلوسك على حاجه مش مهمه. نيجي للنقطه اللي بعد كده، وهي نقطه الحياه. احنا اتكلمنا في موضوع الفلوس، فاضل لنا الحياه والتعليم. الحياه طبعا دي مش هرغي فيها كتير، لان كلنا عارفين النصايح دي. حياتك يعني اهي من كلمتي حياتك، يبقى حياتك انت، انت اللي حره فيها، انت اللي تاخدي قراراتك، انت اللي تعملي اللي يريحك. ما تخليش حد يتحكم في قراراتك ولا في حياتك الشخصيه ولا في دراستك ولا في تعليمك ولا في اي قرار انت بتاخديه مصيري ليكي. لان في الاول وفي الاخر انت اللي هتعملي ده، ولو انت ما عملتيهوش بالاخر كده تبقي مقتنعه بقراراتك علشان انت اللي تتحملي مسؤوليه القرار بتاعك. الحاجه اللي بعد كده اللي حابه اقولها لكم، وهي بلاش تستنزفوا طاقتكم ومشاعركم مع الناس الغلط. ما تضيعيش وقتك في انك
تعرفي على صحاب، ما تحطيش في دماغك اساسا موضوع الصحاب. اه الصحاب حاجة مهمة بس ما تخليهاش من اولوياتك، اولوياتك شغلك ودراستك وحياتك الشخصية وراحتك النفسية. ابعدي خالص عن حتة اللي هو انا لازم يبقى في حياتي صحاب. عايز اقول لكم اكتر الناس مشاهير واكتر الناس الناجحة ما عندهمش صحاب، وبيحسوا ان هم متوحدين وبيحسوا ان هم لوحدهم، وبالعكس اللي بيسندهم نجاحهم. مش معقولة انك ما يكونش عندك صحاب لا وكمان مش ناجحة. فركزي في النقطة دي كويس قوي وحطي تحتيها مليون الف خط. ابعدي عن فكرة ان انت لازم تعرفي على ناس جديدة ولازم تحبي ولازم تتحبي والشغل ده، لان كل ده بيستنزف من طاقتك، وكل ده بيبقى فترات وبتخلص، وكل ده بتندمي عليه لما تكبري وهتقولي يا ريتني كنت. اه لازم يبقى عندك ناس مقربة ليكي، واحد او اتنين بالكتير، بتتكلمي معاهم بتفضفضي معاهم، بس ما تخليش الوقت يسرقك. انت ممكن تعرفي على حد جديد في حياتك وتقعدي تكلميه او تكلميها بالعشر وال 12 ساعة، وممكن تطبقي يوم كامل عشان تفضلي تتكلمي مع الناس دي وبتضيعي وقتك، وفي الاخر بتندمي وتقولي يا ريتني ما عرفتهم او يا ريتني ما ضيعتش وقتي مع الناس دي. فبلاش تستنزفي طاقتك مع الناس ايا يكن الرغي في ايه. انت ممكن الرغي ده تستغليه في وقت يفيدك تعملي فيه حاجة مهمة في حياتك. صدقيني انت لو قعدتي لوحدك هيبقى احسن من انك يعني ترجعي تندمي على العلاقات اللي انت دخلتي فيها. طيب النقطة اللي بعد كده اللي حابة اتكلم فيها، اعرفوا الناس اللي ترفع منكم مش تقلل منكم. انا عارفة ان احنا دايما بنحب نعيش دور المصلحين الاجتماعيين، ولما يكون في مشكلة ما بين اتنين بنتدخل، ولما بيبقى في واحدة عندها كارثة بنحب نقف جنبها، بس مش على طول تعملي كده. طبعا الموضوع ده حساس معايا جدا، يعني انا فصلت اصلا الكاميرا. انا من اكتر الناس اللي كنت بضيع وقتي مع ناس يعني متعبين نفسيا، حرفيا بيخلوا البني ادم لو عنده طاقة ايجابية الطاقة كلها بتروح. بصي انا يعني او بصوا انا هنصحكم نصيحه، لو انتم من الناس اللي على طول تفكيركم سلبي لازم تغيروا من تفكيركم. لو انتم من الناس اللي تفكيركم ايجابي بس اللي حواليكم تفكيرهم سلبي فابعدوا عنهم، ما تحاولوش تصلحوهم. يعني هم لو عايزين يعالجوا نفسهم بنفسهم هيعرفوا، لكن ما تستنوش من حد ان هو يعالجكم، لان في الاول وفي الاخر حد ده لو اختفى من حياتكم هترجعوا اسوأ من الاول. فلو انت من الناس اللي عندها طاقه سلبيه قوي، حاولي تفرغي الطاقه السلبيه دي في حاجات مفيده في حياتك، وهتلاقي نفسك بالعكس بقيتي واثقه في نفسك وكل المشاعر الوحشه هتطلع منك. بلاش تعيشي زي ما قلت دور المصلحه الاجتماعيه، لان في الاول وفي الاخر انت هتتضري. وهترجع للنقطه اللي فتحنا بيها الموضوع، اعرفي الناس اللي ترفع من شانك وترفع منك، الناس اللي تديكي طاقه ايجابيه، الناس اللي تشجعك على الحاجات الكويسه، الناس اللي ما تضيعش من وقتك وما تقعدش كل شويه تحبطك كل ما تيجي تعملي حاجه او تفكري في حاجه. الموضوع ده هيفرق معاكي جدا. طول ما انت بعيده عن الحاجات السلبيه ده هيفرق في تفكيرك هيفرق في شخصيتك قدام، عشان ما تبقيش مريضه نفسيا. يعني في اي شغلانه انت هتشتغليها بيعملوا لك اختبارات كتير قوي ومش هتنجحي فيها لو انت عشتي دور المصلحه الاجتماعيه. طيب النقطه اللي هتكلم فيها بعد كده، وهي ان سوق العمل بيتغير. يعني ايه سوق العمل بيتغير؟ يعني زي ما قلت لكم في النقطه بتاعه الفلوس، ان دلوقتي غير قدام، غير بعد سنه، غير بعد سنتين، كل حاجه بتتغير يا جماعه. زمان كانوا بيقولوا اللي هيدخل هندسه ده بقى هيقبض احسن مرتب، واللي هيدخل دكتور واللي هيبقى دكتور او هتبقى دكتوره هتقبض يعني اكتر مرتب واحسن مرتبات، والكلام ده كله دلوقتي ما بقاش موجود. يمكن تلاقوا اغلب المهندسين وتلاقي اغلب المهندسين والدكاتره واللي دخلوا طب واللي دخلوا احسن الكليات مش لاقيين شغل اساسا، ومش بيعملوا حاجه في حياتهم، ده بالعكس بيصرفوا في كلياتهم اكتر من اي كليات تانية. ممكن تلاقي واحد متخرج من كليه على قد كده بس عنده مهارات كويسه وبيشتغل في بنك او بيشتغل في اي مكان شركه او اي حاجه، ويبقى بيقبض احسن من مرتب الدكتور والمهندس كمان. فكل عايزه اوصل بقولك ان ما ناخدش بالاراء بتاعه ايام التسعينات والثمانينات والسبعينات دي، لان هي ما بقتش تجيب دلوقتي. يعني بمعنى صح، مع احترامي لابهاتنا وامهاتنا وكل الكلام ده، بس هم لسه فكرهم، يعني ناس كتير قوي مش كله، فكرهم في التفكير بتاع زمان اللي هو احنا هنخش كليات القمه لان هي دي بس اللي هتوفر لك مستقبل حلو. لا خالص يا جماعه، والله ياما ناس كتير قوي دخلوا بسبب اهلهم كليات معينه وفي الاخر ما لقوش شغل، وفي الاخر ما نجحوش فيها، وفي اللي سقطوا، وفي اللي عاشوا 5 سنين بيضيعوا من حياتهم مثلا في كلية هندسة وفي الاخر محب. النقطة الثالثة وهي نقطة التعليم، ودي اخر نقطة هنتكلم فيها يا جماعة. زي ما كلمتكم دلوقتي في موضوع التعليم، انا كواحدة هو دلوقتي داخلة كلية تجارة. زمان كانوا بيقولوا ان كلية التجارة دي كلية الشعب، وان دي كلية بتاعت الناس الفاشلة اللي ما بتلاقيش مجموع واللي ما بتعملش. انا عايزة اقول لكم يا جماعة، من اكتر الكليات اللي كانت بتاخد من مجاميع عالية اكتر. انتم متخيلين يا جماعة ان السنة اللي انا قدمت فيها يعني الكليات القمة كانت نازلة اللي هي المرحلة الثانية، وكلية
التجارة كانت خلصانة من المرحلة الأولى، يعني كل الناس دخلت التجارة، المجموع بتاعها بقى عالي وبقى كبيرة وما بقاش أي حد بيعرف يدخلها. فكل اللي عايزة أوصله لكم مش بالمجموع ومش بأي حاجة، أنا عايزة أقول لكم كل فترة زي ما قلت لكم الموضوع بيتغير. يعني دلوقتي اللي يدخل تجارة ممكن يبقى أحسن من اللي يدخل هندسة. أنا طبعا مش بشكر في كليتي، أنا بحبها وكل حاجة، بس بالنسبة لي أنا مش بعلق نجاحي زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل كده. بحب أعلق نجاحي من صغري بدخولي بكلية معينة أو تقدير معين أو لازم أدخل إيه أو أعمل إيه، لأ بالعكس أنا بسيب كل حاجة على ربنا وبعمل اللي عليا. طيب النقطة اللي عايزة أتكلم فيها بعد كده الدراسة برا مصر. أنا عارفة إن ناس كتير قوي بالنسبة لها إنها نفسها قوي تدرس برا مصر بس بتقول ده الموضوع صعب. عايزة أقول لكم يا جماعة المنح دلوقتي الموضوع مش متعلق خالص بمجموع، مش لازم تبقي جايبة 99.9 عشان قدر تسافري برا أو تروحي بمنحة، لأ خالص أنت ممكن تبقي عادي جدا. وأنا أعرف ناس سافروا خدوا منح وكده، وطبعا من الاماكن اللي ممكن تقبلك زي المانيا، روسيا، ماليزيا، مش عارفه كان في ايه تاني يا ربي، كان في تركيا كمان. تركيا دي اصلا كان المفروض اول حاجه اقولها، بجد بيقبلوا طلاب كتير قوي من جميع انحاء العالم. فالموضوع ده جربي تقدمي فيه لو انت لسه مخلصه ثانوي هيفرق معاكي، ولو انت كمان لسه بتدرسي في جامعه ممكن تقدمي برده وتتقبلي. طيب وعايزه اقول لكم ان مصاريف الدراسه طبعا ده وصل لك رساله انك ما تستصعبيش اي حاجه. كل اللي نجحوا دلوقتي في البداية كانوا بيقولوا احنا زينا زي اي حد، وفي الاخر لما خدوا خطوة لقدام قدروا ان هم ينجحوا. طيب الحاجة اللي هتكلم فيها بعد كده وهي اهمية اللغة بتاعة الانجليش. عايز اقول لكم يا جماعة كلنا من صغرنا بندرس دراسات واحياء وفيزياء وكيمياء وحاجات غريبة اساسا ما بنستفادش منها في حياتنا. مش هقول لكم ما بنستفادش، لو واحد مثلا حابب المادة بيستفاد منها كمعلومات شخصية، لكن كدراسة اللي هو انك تدرس الحاجة وتشتغلي في نفس الحاجة دي صعب جدا. انك اصلا يعني احنا مثلا كمادة زي التاريخ، انا استفدت ايه لما عرفت التاريخ؟ يعني انا هشتغل يعني انا هشتغل ايه يعني التاريخ هيفيدني في ايه في شغلي؟ فاهمين قصدي؟ هي دي النقطه اللي بتكلم فيها. علم النفس وعلم الاجتماع كده او معلومات هتفيدك في حياتك وفي شخصيتك وكده، بس مش هتفيدك في مجال شغلك والماني. الماني الماني يعني انت بتاخدي فلوس لما تبقي عارفه معلومات في التاريخ زياده عن واحده زميلتك مثلا. لازم تتعلمي الانجليش كويس. انا واحده من الناس اللي ندمت جدا. انا عايزه اقول لكم يا جماعه الانجليش بتاخديه في المدرسه او في الجامعه او في اي حته مش هو ده الانجليش اللي انت هتحتاجيه في شغلك وفي حياتك لو سافرتي. او بصوا يا جماعه موضوع السفر وموضوع الشغل وموضوع انك تدخلي فلوس، كل الكلام ده محتاج له لغه كويسه في الانجليش. ليه بقى؟ لان بمعنى صح اللي احنا كنا بندرسه في ابتدائي واعدادي ده مجرد جرامر وحاجات كده بنمتحنها على ورق بنحفظها واحنا مش فاهمين اي حاجه، الاكسنت بتاعتنا وحشه وطريقه نطقنا للكلام وحش، ولو اتحطينا في موقف معين ممكن نفهم بس ما نعرفش نتكلم. واحنا طبعا اهم حاجه عندنا انك تعرفي تتكلمي كويس، تعرفي تسمعي كويس وتفهمي الكلام اللي بيتقال قدامك. فحاولي تستغلي الاجازه بتاعتك في انك تشتغلي فيها على نفسك في الانجليش، حتى لو قاعده في بيتك اتفرجي على حاجات بالانجليش، اكتبي كتير قوي بالانجليش، حاولي تسمعي اغاني انجليش، خلي حياتك كده فيها جزء كبير قوي من الانجليش زي العربي كده. ولو تقدري تاخدي النقطه اللي بعد كده وهي مع احترامي للتعليم ولكل حاجه، بس انا عايزه احب يعني حابه ان اقول لك ان 16 سنه ولا مش عارفه هي كام سنه اللي بتضيعيهم من عمرك دول كلهم والله العظيم لو سنه واحده بس، مش هقول لك يعني سنين من 16 سنه دي، لو طلعت سنه واحده بس اتعلمتي فيها لوحدك في البيت كمان من غير اي مكان، اتعلمتي فيها عن طريق النت، هيفيدك في حياتك المستقبليه المهنية اكتر من الدراسة اللي بتدرسيها ده كله. سواء بقى بتدرسي ايا يكن بتدرسي ايه، كل ده مش هيفيدك قدام، يعني مش هتستفادي باي حاجة انت بتدرسيها دلوقتي. اه في حاجات هتستفادي منها زي ما قلتلكوا، بس مش هتبقى بالقدر الكافي اللي هيخليكوا تعرفوا تشتغلوا وتجيبوا فلوس. طيب كل عايزه اقوله لك انك تحاولي ما تخليش وقتك كله للمذاكره. انا من الناس اللي كنت بجيب مجاميع حلوه قوي في ابتدائي واعدادي، وفي ثانوي طبعا الدنيا وقعت خالص بس مش موضوعنا، بس كنت بحاول اتعلم من بره. اخر ذاكري واعملي اللي عليكي بس ما تديش اهتمامك كله وتفضلي باصه على الدراسه بس، لا لازم تعملي حاجه جنب الدراسه، هي تشتغلي يا تتعلمي حاجه يا تعملي حاجه مفيده في حياتك. لان بصراحه انا شايفه ان التعليم مش هو دي الحاجه المفيده اللي هتكمل معاكي عمرك كله. طيب الحاجه اللي بعد كده وهي اخر حاجه، ما تضيعيش صحتك ومجهودك في حاجه ملهاش اي 30 لازمه انت تتعلميها. يعني لو انت شايفه ان الماده دي ماده ملهاش لازمه من الاخر، ذاكري اللي ينجحك فيها مش لازم. يعني انا بصراحه نفسي بجد اغير الفكر بتاع ان انا لازم اجيب 90% ولازم اجيب فوق ال 90% ولازم اعدي مش عارف ايه انا هبقى مليونير بسبب الحوار ده. نفسي اغير التفكير ده بجد في الاهالي، لان هو تفكير صعب قوي علينا احنا كبني ادمين كبشر. والله احنا بنحس
وقدراتنا مختلفة عن بعض, ومش لازم ان انا احفظ المادة واصم المنهج عشان اجيب مجموع عالي والمجموع ده هيدخلني كل ده. يا جماعة معلش هسميه التعليم الوهمي اللي احنا بندرسه في المدارس ده تعليم وهمي, حاجات احنا ما بنستفادش بيها اساسا. فليه اتعب نفسي واقعد اجيب في مجاميع عالية ونفسيتي تبوظ واهلي يضربوني عشان ما جبتش درجة عالية, ومش عارفة بنت عمتي جابت احسن مني فهي احسن. والله يا جماعة كل الكلام ده فارغ وملوش اي 30 لازمة بجد. مش عايزة اطول بجد في الموضوع ده اكتر من كده لان هنفعل بجد. كده الفيديو بتاع النهاردة يكون خلص. استنوا الفيديوهات اللي جاية بإذن الله هنتكلم فيها عن الجامعات والتخصصات والكليات وكل حاجة. اتمنى ان انا اشوفكم بخير دايما, ونوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. اشوفكم الفيديو اللي جاي بإذن الله.